نكمل مع حضراتكم اخبارنا النهارده والاهلي بيجهز نفسه لفتره الانتقالات الشتويه، الحكايه، القصه، الوضع، التفاصيل، بيجهز بيجهز ايه للانتقالات الشتويه؟ كواليس ايه؟ هيجيب مين؟ هيمشي مين؟ مارسيل كولر هيعتمد على مين الفتره اللي جايه ومش هيعتمد على مين؟ مين اللي هيخرج؟ ومين اللي هيدخل تشكيلة الفريق أو هيضم نادي أو النادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية تعالوا أقول لكم كل الكواليس اولا بدات لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي وشركه الكره بالتجهيز لفتره الانتقالات الشتويه بدايه من شهر يناير المقبل من اجل دعم فريق الكره بصفقات جديده استعدادا لبطوله كاس العالم للانديه في المغرب وايضا قبل بدايه دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا التي يسعى الفريق لاستعاده لقبه. ثانيا اول الملفات التي كانت على طاوله لجنه التخطيط للاهلي عرض نادي الباطن السعودي لضم محمد مجدي قفشه حيث تم غلق هذا الملف بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي اكد حاجته استمرار اللاعب كما تم ابلاغ قفشه نفسه بالقرار من اجل التركيز مع الفريق بشكل اكبر في الفتره المقبله ونفس الامر مع حسين الشحات الذي تم ابلاغه هو الاخر بصرف النظر عن العرض الإماراتي الذي تلقاه مؤخرا ثالثا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي سيعقد جلسه خلال ساعات مع مارسي كولر بحضور كابتن سيد عبد الحفيظ ولجنه التخطيط للكره من اجل وضع الخطه النهائيه بشان الميركاتو الشتوي حيث ستقوم اللجنه بعرض تقرير مفصل للمدرب عن اللاعبين الذين تم ترشيحهم للتعاقد معهم في انتقالات يناير وذلك للحصول على القرار النهائي من المدرب. رابعا التقرير الذي اعدته لجنه التخطيط بعد الحصول على موافقه الكابتن محمود الخطيب تضمن ترشيح ثنائي اجنبي، احدهما لاعب ينشط في احد دوريات شمال افريقيا وعرض على النادي من جانب وعرض على النادي من جانب التونسي انيس بوجلبان لاعب الاهلي الاسبق واللاعب الثاني هو برازيلي الجنسيه والثنائي يلعبان في مراكز الهجوم الجناح والمهاجم الصريح وهناك تكتم على أسمائهم حتى هذه اللحظة خامس تقرير لجنة التخطيط ضم أسماء تم ترشيحها من الدوري المحلي للتعاقد معها في الانتقالات الشتوية منها باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومصطفى زيكو جناح حرس الحدود ومروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري الأسماء دي كلها مهمة ورائعة بس هل بقى أنديتها ممكن تسيبهم في يناير؟ هو الراجل بيعرض أسماء والأهلي يتفاوض سادساً ايضا التقرير الذي سيتم عرضه على كولر تضمن اقتراح وتوصيه بضروره التعاقد مع احمد رفعت لاعب فيوتشر المعار الى الوحده الاماراتي بجانب استعاده كريم نيدفيد لاعب الفريق المعار الى فيوتشر في ظل رؤيه اللجنه بحاجه الفريق لجهودهم خلال الفتره المقبله، وبالمناسبه الكابتن عبد الظاهر السقه كان قال منذ ايام انه مش منذ ايام ده امبارح امبارح قال لنا هنا في رقم عشرة انه ما فيش حتى هذه اللحظه كلام عن ان الاهلي يستعير او يستعيد اي من لاعبيه المعارين ومحدش يتكلم معاه ولكن دي رغبه من مارسيل كروش نكمل. سابعا لاول مره منذ فتره طويله بدات لجنه التخطيط في التفكير بالتعاقد مع حارس مرمى جديد خصوصا بعد تراجع مستوى محمد الشناوي مؤخرا حيث وضعت اللجنه في تقريرها طلبا بضم حارس جديد اما في المركات الشتوي او الانتقالات الصيفيه المقبله مع التاكيد بضروره ضم حارس صاحب اسم كبير حتى يكون هناك منافسه بينه وبين الشناوي كما حدث من قبل بوجود نادر السيد مع عصام الحضري. بصوا. محمد الشناوي حارس كبير وحارس رائع لو مر بمباراه مبارتين فتره مش جيد ده مش معناه ان محمد شناوي بقى حارس سيء هو ما زال محمد الشناوي افضل حارس في مصر هو حارس الاول لمنتخبنا الوطني كون ان النادي الاهلي عايز يدعم بحارس اخر فده لا يعيب ابدا وليس تقليلا في مستوى محمد الشناوي نكمل ثامنا جلسه خطيب مع كره ولجنه التخطيط وسيد عبد الحفيظ سيتم فيها حسم ملف محمود عبد المنعم كهربا حيث تم الاستقرار على دفع الغرامه الموقعه عليه لصالح نادي الزمالك حتى يصبح اللاعب جاهزا للمشاركه مع الفريق بدايه من شهر يناير يناير المقبل. تاسعا تم الاستقرار على خروج ثلاث او اربع لاعبين من الآلف للانتقالات الشتويه لكن على سبيل الاعاره وليس البيع النهائي بناء على توصيه لجنه التخطيط وخلال الجلسه بين الخطيب وكولر واللجنة سيتم حسم أسماء هؤلاء الراحلين دي كانت آخر حاجة في هذه الكواليس الخاصة به كيف يفكر النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الأهلي هيدعم بتنين لعيبة على الأقل أنا متأكد باتنين لعيبة على الأقل خاصة بعد مشاركته في كاس العالم للأندية في فبراير القادم اول فبراير القادم اول مباراه للنادي الاهلي امام اوكلاند سيتي فالاهلي عايز يدعم تحديدا في خط الهجوم تحديدا في خط الهجوم خط الهجوم اللي عامل صداع لمارسيل الكرة هو صحيح عنده اسماء كتيرة في مركز المهاجم الصريح بس ولا واحد فيهم بالنسبه له مقنع حتى هذه اللحظه يعني جرب شريف وقعده جرب شادي حسين وقعده جرب حسام حسن, حسن وقعده جرب بيرسي تاو واتصاب واخيرا قرر ان برونو سافيو يبقى المهاجم لسه مفيش واحد ملع عينه زي ما بيقولوا ملع عينه هو ده بقى المهاجم بتاعي هو ده مهاجم الاهلي الاساسي لسه حتى هذه اللحظه وبالتالي الاهلي هيبص بره وغالبا هيبقى مهاجم اجنبي